صلي على الزين. طالما جبت سيره الزمالك النهارده، جمعتني مكالمه غاليه مع اطهر لحظه بيه عشان اقول لك المعلومه صح. جمعتني مكالمه غاليه مع الأستاذ الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السوداني. نفى لي جملة وتفصيلا أي نية لدى الهلال السوداني للتفاوض مع فرجاني ساسي، وقال لي أصلا لا يتناسب مع إمكانياتنا ولا قدراتنا المناخية. قال مش كل لعيب يقدر يجي يعيش في هذه الظروف، وقال إن مفيش أي مفاوضات معاه أصلا، لأن تعليمات المستشار تركي آل الشيخ اللي هو الرئيس الشرفي نادي الهلال السوداني ان ما يتفاوضوش مع حد من مصر. اي لعيب هاته من اي حته في العالم، لكن ما تروحش على مصر. فده كلام منتشر، كان منتشر في السوشيال ميديا، وكان حتى قاله امبارح كابتن كريم حسن شحاته في برنامجه الاذاعي، وانا سمعته قلت له يا كريم الكلام ده مش مظبوط، لان انا معلوماتي ان هذا الامر غير صحيح بالمره، وان مفيش فرجاني ساسي في الهلال السوداني. فالنهارده الاستاذ الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السوداني اكد لي هذه المعلومه، وقال ان احنا الاجانب عندنا ارتفعوا من 3 إلى 5. جبنا السنغالي ابراهيم اناداي اللي عام 26 سنه مواليد 94، وقال ده طبعا بيتكفل المستشار تركي آل الشيخ بدعم الصفقات دي، لكن قال والخامس هيبان خلال الساعات القليله المقبله، وليس من بينهم نهائيا اي لاعب من مصر موجود في الدوري المصري في اي فريق، لا في اهلي ولا في زمالك ولا في بيراميدز ولا في غيره. قالوا التعليمات اللي عندها مستشار تركي آل الشيخ ابعدوا عن الدوري المصري تماما. وابراهيم اناداي ده وقع موسمين ونصف، وقال ان احنا شغالين على اللاعب الخامس، وبنتمنى التاهل في المجموعه القويه جدا 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 اللي احنا وقعنا فيها في دور ال 16 لدوري الابطال مع مازيمبي وصن داونز وبلوزداد الجزائري. مباراة مجموعة نارية بقوة. نتمنى الهلال السوداني التأهل بإذن الله. إخوة وأعزاء وأشقاء، والأستاذ الطاهر يونس نائب رئيس النادي أبدى يعني طلب مني نقل شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه الكبير بنادي الهلال، وقال إن تطور نادي الهلال السوداني هو تطور للكرة السودانية وبوابة عودة منتخب السودان إلى البطولات الإفريقية ومنافسة الهلال على الفوز بدور الأبطال الأفريقي. وقال إن إحنا يعني ارتفاع الأجانب إلى 5 ده هيساهم بقوة في التأهل بإذن الله. كل التحية والتقدير للأستاذ طاهر يونس ولنادي الهلال، لكن حبيت أأكد باتصال مباشر مع الراجل إن مفيش فرجاني ساسي فين؟ في الهلال السوداني. اي حد هنا اعلامي ما بيتعبش يا بيه، ما بيرفعش السماعه. ارفع السماعه على الراجل اتاكد منه الخبر، زي ما انا بقول لك دلوقتي ان الراجل بيقول لا، وعندنا تعليمات من تركي آل الشيخ لا، وابعدوا عن النادي الاهلي، وابعدوا عن نادي الزمالك، وابعدوا عن الانديه المصريه، هاتوا من اي حته الا الانديه المصريه. وسبق قبل كده لما قالوا مصطفى محمد رايح المريه، قلت لكم ما فيش الكلام ده، لا المريه عايز مصطفى محمد ولا عاوز رمضان صبحي. فملف تركي آل الشيخ داخل مصر اتقفل ضبة ومفتاح. يعود تاني بقى ده موضوع تاني، ويعود ازاي ده موضوع تاني، لكن الظاهر في الافق ان مفيش عودة. بدليل رعايته لنادي الهلال السوداني، وكل التوفيق للهلال السوداني مع ادارته المحترمة ومع تولي المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية. هرد على اسئلة حضراتكم. تحياتي لشخصك الكريم، اتكلم على رجاله اليد، ما انا اتكلمت يا اسلام يا احمد، انت اللي داخل متاخر يا حبيبي، فشرفونا النهارده ويعني عملوا حاجه كويسه. باتشيكو ده كان ماشي اول يناير، كان عنده عروض. قلت لكم انه عنده عروض اول يناير من الخليج. هل بقى عنده نيه انه يمشي ولا لا؟ الله اعلم. لكن هو كان عنده عروض. صلي على رسول الله. بيراميدز وافتخر محمد محروس، هتلاقيك زملكاوي يا علي. هو بيراميدز عمل بقى له مشجعين يا علي. هتلاقيك يا اما شغال في النادي يا اما كده.
لكن بيراميدز اول تفتخر بايه يعني؟ والا بقى اذا كنت زملكاوي وعندهم في الاهلي هتشجع بيراميدز؟ شجعه. بقول بس قبل ما تشجعه روح له الطموح، خلي طموحك ما يبقاش فوق السطوح، يبقى طموحك عالي شويه وتعمل حاجه كويسه. باتشيكو عنده ارض من الصين، والله ده يعني غلط انه يمشي، لازم يلتزم بعقده. الشو لسه مسافر يرجع تاني. لا مرتضى ما نزلش الفيديو بتاعه. وحشني يا انكل ابو المعاطي، اخبار الطموح ايه محمد عبد العظيم؟ والله الطموح راح فوق السطوح. انا ما شفتش لعيبه بتتخانق مع بعض كده. ده اكد كل اللي كان عندي عبد الله السعيد في خناقته مع علي جبر، واكدوا كل اللي عندي بعد عدم جلوس شريف اكرامي بديلا للمهدي سليمان اللي لعب الموسم اللي فات كله. والمهدي سليمان بتغريداته على تويتر بصراحه انا ما شفتش كده. ما اعرفش بقى، خش بقى شوف المهدي سليمان، اخش على دوج ابو المعاطي، انا كنت عامل له ريتويت في تغريده يعني. انا اسمه بالعربي على تويتر، تشرف وتنور يا بيه. الطموع وقع من فوق السطوح، يقع باذن الله وتتكسر رقبته يوم الثلاث لو ده حصل. يعني لو ده حصل يبقى الطموح وقع وانكسرت رقبته. لانك انت كده يبقى تراجعت في جدول الدوري، انت